الصباح تحديدا. اليوم خميس بنقول الاجواء حلوه وجميله والكل يروح ويتمشى ويتغدى. واحمد من اول بفكر في موضوع الغداء يعني بعيد الاعتبار. الحين حقرر بس نقول لكم من جد اليوم خلوها سمك على قولة اهلنا في البحرين. هنشوف التقرير هذا عن افتتاح مطعم اوشن باسكت في خالدية جدة وراجعين نسولف ونفرفش عن هذا المطعم. لقد حظي افتتاح مطعم أوشن باسكت بوجود كبار المدراء التنفيذيين لشركة ترفيه وسيدكو، إضافة إلى بعض من كبار الشخصيات من قطاع الشركات والحكومة. أعرب فيه كبار المسؤولين ثقتهم بأن سلسلة مطاعم أوشن باسكت ستلقى نجاحاً كبيراً في المملكة، وخاصة أن سكانها من محبي المأكولات البحرية. المطعم أوشن باسكت هو عبارة عن فرانشايز ترفيه مخذاها من جنوب أفريقيا، وهو ما شاء الله في فوق ال 200 مطعم. فنحن كشركة ترفيه المملوكة من مجموعة سيدكو القابضة أخذوا الفرانشايز للمملكة، وهذا ثاني مطعم يفتح الآن، وإن شاء الله في خطط علشان نفتح مطاعم أكثر السنة القادمة وبعدها. ولكن الشيء المهم من ناحية أوشن باسكت، إيش الكونسبت حقته؟ إنه الواحد ممكن يأكل مأكولات بحرية من ناحية سمك ومشتقاتها، تكون مشوية أو حتى ما يسموه الأكل الني، وهو زي السوشي والساشيمي، على أسعار جيدة على أسعار جيدة وكواليتي ممتازة. وقال وليد بن محفوظ رئيس مجلس إدارة ترفيه: لا يوجد سلسلة مطاعم للمأكولات البحرية رائدة في المملكة، ولذلك فإن فرصة نجاحنا تزيد، وخاصة أنه لدينا خططا كبيرة ومميزة لضمان نجاح مطاعمنا. أوشن باسكت هي اسم من جنوب أفريقيا، مطعم يختص في وجبات السمك السي فود. هذا ثاني مطعم لشركة ترفيه العربية، أو ثاني مطعم لأوشن باسكت في السعودية. نحن فخورين بتواجدنا في جدة، وإن شاء الله ننظر إلى الأمام لتواجدنا في أسواق أخرى. وأخيرا ذكر كاميران خان نائب رئيس التسويق في أوشن باسكت أن الطعام وأجواء المطعم تلعب دورا هاما في النجاح، وسوف يستمتع زوار مطعم أوشن باسكت بألذ المأكولات البحرية وفي أجواء هادئة وجميلة جداً.